قالوا لي الدريات راه عزيز عليه الغلط قزار وجكل. قلت الدريات ما ندير ما ندير، قالوا لي راه حطاك واحد فاني يقولوا له دبك ولا حميدة عزيز عليا حميدة لا تصرف فريدة لا تصرف صنعة فيها تنيح تنيك حدث أقيت مهز 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 دوري تاز ونازع فريقيا من كريدي هو هو بيجيب العين. عرض ساخر سبيكتاكل مونتي ديال الغميضة اللي خدمناها دابا تقريبا واحد عام وحنا خدامين بها بعد ما من قبل درنا سبعة رجال، وهذا هو اللي كاين. واليوم كنا خدمنا البارح في الزمان راه، واليوم خدمنا في جديده، كان العرض زوين، راك شتي انت بعينيك، راه كان اقبال جماهير مزيان والحمد لله. ودابا انت تفرجتي راه شتي كلشي بعينيك، راه في عده مواضيع، فيه الجوره وفيه العادات والتقاليد اللي افتقدناهم، فيه الهويه المغربيه ديالنا اللي ما بقيناش كنهتموا بها بزاف، فيه جوله وطنيه. وراه ما عرفتي المغرب راه كبير، باقي لينا مازال الجنوب، باقي لينا الاخر جهه الشرق ما بين جيت تازا وقرسيف والنواحي ديالها. بغيتي تعرف تقولي الدريك المصري لا فاطمه اللي ساكنه حدا الدنيا البوطه والكوكوت راه كنت مرحبا خويا سيدي انت انت ان شاء الله هاد الاثنين هاد الاثنين ثلاثه ديال الوريقات بغا يجيو واحد الدار ديالك على الدار ديال المحسن نقولهم ولا لا وحده ديال الماء وحده ديال الضو وحده ديال التليفون الحمد لله العرض كان زين، الجمهور كان ممتع بزاف، ولي عطانا بزاف واحد الثقه، لان هذا الجمهور ديال دكالا والناس ديال الجديده، يعني اش نقول لك هذا ذواق، هذا الجمهور هذا تيذوق اي حاجه وتيعرفها وتيعرف بالحق ديالها والساس ديالها، وحنا هذا هو اللي عطانا واحد الثقه كامله، والثقه اللي في نفسنا زادتنا واحد الثقه على الجمهور والناس ديال الجديده، تنشكرهم بزاف. ان شاء الله كاين فيلم غادي يكون تيلي فيلم غادي يكون في رمضان ان شاء الله، وكاينين افلام هما اللي سينمائيه اللي هما شطاح اللي هما لوطون باي باي لا فرونس، بزاف الحوايج غادي يكونوا ان شاء الله. يوسف بي سي في ولدي يكون هاني منو غادي ولدي يخدم وترسم وانا بخير بهذا البقراج هذا بهذا البقراج هذا بهذا الكويس هذا اللي كتحاكو وخدم ولدي وانا بخير قلت لي حاجه اللي غنطلبك ما تقولش لي بعد هذه الحاجه ها هي خدماتك وغادي مزيان. كان العرض الكوميدي الساخر ديال الغميضه بعد النجاح اللي حققته فرقه مسرح الكوميدي بمسرحيه سبعه رجال، فاليوم كاين هذا العمل اللي الحمد لله غادي حتى هو هذا العمل اللي كيكون ماشي غير فرقه مسرح الكوميدي اللي كتنتجو، بالعكس كاينه وزاره الشباب والثقافه والتواصل. وكذلك بغيت نشكر بزاف المكتب الشريف فوسفات اللي دائما كنقولها كيدعم الفنان في جميع المدن اللي كاين فيهم لو سي بي، فشكرا جزيلا. وعجبني الحال في الجمهور ديال مدينه الجديده، يعني خدمنا وحنا مرتاحين لان جمهور واعي وجمهور ذواق، وهذا السبيكتاكل ديال الغميضه وهو غميضه لعبه عالميه اللي كنا كنشوفوها وحنا صغار، ورجعنا الذاكره للناس باش يتفكروا الايامات ديال زمان.